هل يجوز لي أن أمر من المسجد الحرام مرورا بنية اختصار الطريق؟ لا بأس بذلك، يجوز المرور مع المسجد لأنه أخصر طريق، لا مانع من ذلك، بشرط أنه ما يحصل منه إساءة للمسجد أو تلويث للمسجد، مع احترام المسجد يجوز المرور فيه. أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا عابري سبيل حتى تغتسلوا. العبور مجرد المرور لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تناوله الخمرة من المسجد، دخلت المسجد وهي حائض وجاءت بالخمرة وهي الفراش الذي صلي عليه، فيجوز المرور ودخوله لحاجة، لكن الذي لا يجوز الجلوس، الجلوس فيه والإنسان جنب أو حائض، لا يجوز من عليه حدث أكبر، لا يجوز أن يجلس في المسجد إلا إذا توضأ أو اغتسل، الوضوء على الأقل أو الاغتسال. نعم.